السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم علا برادة. اليوم يعني غادي ندير واحد الكوتي اللي هو خفيف للدراري. غادي ندير واحد الحرشة، حرشة يعني مكوناتها بسيطة، طريقة بسيطة جدا للغاية. كتجي يعني بحال محلبات هشيشة يعني مرملة من الداخل. هانتوما كما كتشوفوا كي جات. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير ودائما فرجة ممتعة.